شكرا دكتور تامر، شكرا دكتور عادية على اني اكون وسط اسرتي. سايرو اليكس، I will start immediately. انا عارف ان في وقت لك تايم. الشاشه شير. So this is my talk about risk stratification of thyroid nodule. كلنا لازم نكون متفقين the prevalence of thyroid nodule worldwide is very high, about 60%. الدور الأساسي بتاعي as endocrinologist to exclude the malignancy, which is represent about 5% of this ratio. And also we need to exclude the toxic adenoma عشان العلاج بتاعها مختلف عن ال benign non-toxic nodule. زي ما تعلمنا الدكتورة عليا دايما بتقول لي في أي وقت بتشوف thyroid nodule أول حاجة تعملها TSH. If TSH is normal or elevated, the gold standard لينا نعمل fine needle aspiration biopsy. This is the procedure of choice in management of thyroid nodule, in assessment of thyroid nodule. بس أنا بعمل fine needle aspiration biopsy according to risk stratification of this nodule by thyroid ultrasonography. If TSH is low, the second step على طول thyroid scan. And according to European Thyroid Association, أنا بعمل thyroid scan لthyroid nodule أكثر من 2 سنتي. يعني ما ينفعش عندي نوديول 1 سنتيمتر واعملها ثيرويد سكان، مؤكد راح تطلع نون توكسيك نوديول. الثيرويد سكان اف تي هوت نوديول السكند تشويس على طول رايح احولها لجراح او رايح احولها راديو اكتف ادين ابليشن از ا بيرمننت سيرم. لو خدت لونج تيرم كاربيمازول فور اكزامبل، وانس انك هتبطله هترجع توكسيك نوديول. لو طلعت كول نوديول رايح اوتوماتيك رايح اروح للفاينل الاسبيريشن بيبسي اكوردنج تو ريسك ستراتيفيكيشن. عشان كده المحاضره بتاعتنا اباوت الريسك ستراتيفيكيشن. رايح في البدايه رايح اعرض حاله بسيطه، منى عندها 40 سنه انا ما شفتهاش، هي راحت انترنال ميديسين كلينيك فور ايفالويشن اوف اسيمبتوماتيك ثيرويد. العينه ما عندهاش اي ابنورماليتي، ما عندهاش ريسك فاكتور ثيرويد كانسر، عشان كده الدكتور بتاع البطنه طلب لها فول لابس تي اس اتش 34 33 وطلب التحليل الغريب اللي دايما بيطلب ثيروجلوبولين. انا مش عارف بيطلب ليه. تعلمنا الدكتور تامر بيضحك، الثيروجلوبولين ما لهوش قيمه في اي ثيرويد ديسوردر الا في حالتين. فولو اب في عيان ديفرنشيت ثيرويد كارسينوم، عملت له توتال ثيرويدكتوم وخد راديو اكتف ايدين ابليشن الفور فولو اب، رايح اتابعه بالثيروجلوبولين. او عيان تاني زي الدكتور عمرو ما بيقول ان عيان فاكتيشا ثيروتوكسيكوز، انا بعمل تي جي عشان ويل بي سبريس واشخص بيها فاكتيشن ثيروتوكسيكوز، غير كده ما لهاش اي قيمه. انا لو ضغطت على الثيرويد بتاعتي وعملت تي جي رايح يطلع عيني. عشان كده بالاضافه تي 3 وتي 4 ايه دورهم في القصه دي؟ اكوردنج تو ذا جايد لاينز ببلش باي امريكان ثيرويد اسوشيشن 2015، اي عيان عنده ثيرويد نوديول اعمله تي اس اتش بس. تي اس اتش از نورمال اخته خطوه ثانيه، ما تطلبش لابس ثاني. تي اس اتش از اليفيتد يعني هايبوثيرويديزم، انا رايح اطلب فري تي 4 توتال تي 4. تي اس اتش از لو ثيروتوكسيك، رايح اطلب تي 3 وتي 4، مفيش مشكله في الاقتصاد، بس ان اطلب التحاليل دي كلها وفي النهايه العيان بيدفع ثمن التكلفه دي في بلده زي بلدنا، لازم نحط كويستشن مارك. وات از ذا نيكست؟ اوكي العيان اوتوماتيك الدكتور كان شاطر وطلب ثيرويد التراسونوجرافي، وما يهمنيش التفاصيل بتاعت الثيرويد التراسونوجرافي، اوتوماتيك انا رايح اروح للكونكلوجن. بعيدا عن تفصيله الكونكلوجن، السوناريست الدكتور اللي عمل السونار كان رائع وكاتب لي في تو نوديولز، واحده رايت تايرات 2 وتو ليفت كالسيفايد ثيرويد ديول تايرد 1، انا مش عارف ازاي هذا الرقم تايرد 1 في كالسيفايد ثيرويد ديول، مش قضيتي. بس وات از ذا نيكست بعد ما طلعت تايرد 2 اند تايرد 1؟ وات از ذا نيكست ستيب؟ اكشولي وي نيد تو دو نوثينج، جاست فولو اب. ولكن للاسف عشان انترنال ميديسين كلينيك طلب فاينيد الاسبيريشن بيوبسي. مين بيدفع ثمن الفاينيد الاسبيريشن بيوبسي؟ العيان. مؤكد بالصوره بتاعت السونار هتطلع بناي سيتولوجي بسيستا تايب 2، مؤكد من غير ما اشوف السونار ومن غير ما اشوف الريبورت. في النهايه لازم نبص على الكوست. عشان كده الدور بتاعنا النهارده بنتكلم عن ثيرويد التراسونوجرافي. الترا ساوند از ريلي اوف يوز ان اسسمنت اوف ثيرويد نوديول. امال احنا بنتكلم في ايه؟ This is the recommendation actually by Bridge Thyroid Association 2007. اتعلمنا ان الطب في كل يوم في جديد، عشان كده اتغير الكلام ده كله. في 2015 الامريكان ثيرويد اسوشيشن قالت لي ريكومنديشن سترونج ريكومنديشن ثيرويد سونوجرافي والسيرفي اوف سيرفايكال ليف نود شود بي بيرفورمد ان اني بيشنت اوف ثيرويد نوديول. This is a strong recommendation with high quality of evidence.
والخطوه الثانيه ريكومنديشن الثانيه الفاين نيدل اسبيريشن بايوبسي از ذا بروسيدور اوف تشويس ان اسسمنت ان ايفالويشن اوف ثايرويد نيدول اند ذيس از اولسو سترونج ريكومنديشن وذ هاي كواليتي اوف ايفيدنس اند فاين نيدل از ذا موست اكوريت اند كوست افكتيف ميثود فور ايفالويشن اوف ثايرويد نيدول. عشان كده واحنا بنبص للثايرويد نيدول بالسونار رايحين نبص على ا لوت اوف ايتيمز. اللي يهمني في الثايرويد نيدول الثايرويد نيدول ببص على السايز اللوكيشن ايكوجينيستيك كومبوزيشن ايكوجينيك فوكاي اور كالسيفيكيشن المارجنز اند فاسكولار باترن. هو ده اللي يهمني. رايح ابص على دول ليه؟ عشان ادور على سجستيف فيتشر اوف مالجنسي. عشان وانس اني رايح اشوف فيتشر اوف مالجنسي متوقع العيان ده رايح اعمله فاين نيدل اسبيريشن بيوبسي. What is the feature that suggests of malignancy? Solid hypochoic nodule. Irregular or speculated margins. Taller than wide. Microcalcification. Rim calcification with a small extrusion, soft tissue component. Suspicious lymph nodes. بس لازم يكون كلنا متفقين إن no single ultrasound criterion is reliable in differentiating between benign and malignant nodule. وكل ما تكون الفيتشرز دي كذا فيتشرز من دول كل ما الريسك اوف مالجنس رايح يكون اكتر واكتر في النودول دي. عشان كده sonographic findings are often not specific and definitive diagnosis usually made through fine needle aspiration biopsy. عشان كده دايما السونار في الثيرويد نديول هو الخطوه الاساسيه عشان اعمل فاين نيدل انهي نديول. اعمل ولا ما اعملش. عشان كده بدا من 2005 بدات لوت اوف سوسايتيز تو ديفاين ذيس كريتيريا وتعمل لي ريسك ستراتيفيكيشن. وانا رايح اتطرق اساسي في 2014 لبريتش ثيرويد اسوشيشن عملت جايد لاينز رائعه اباوت المانجمنت اوف ثيرويد كانسر. وحتى تشابتر مخصوص في الريسك ستراتيفيكيشن باي ثايرويد الترسونوجراف اور وات از كولد يو كلاسيفيكيشن. 2015 الامريكان ثايرويد اسوشيشن ببلشت ابديتد جايد لاينز اباوت المانجمنت اوف ثايرويد نيدول ان ادلتس اند اولسو انذر وان ان تشيلدرن وعملت ريسك ستراتيفيكيشن اكوردنج للثايرويد الترسونوجراف. و2017 الامريكان كوليج اوف راديولوجي ببلشت ا فيري امبورتنت جايد لاين اباوت الثايرويد كلاسيفيكيشن. هو بدا من 2009 عن طريق هورفيث اند بورك عملوا اسسمنت للثيرويد بحيث تشبه للبيراد كلاسيفيكيشن البريست ايميجنج ريسك ستراتيفيكيشن. ف 2017 الامريكان كوليج اوف راديولوجي عملت ثايرويد كلاسيفيكيشن. عشان كده توداي اي ويل ديسكاس ذيس 3 كلاسيفيكيشن. اول واحد لبريتش ثيرويد اسوشيشن في 2014 ذيس از كاتيجوريز based on the presence of different ultrasound feature. 2015 pattern recognition حطيت لي مجموعه من الصور واختار واحده منهم تشبه اللي بتاعتك وبناء عليها اتحدد الريسك اوف مالجنس. الامريكان كوليج اوف راديولوجي عملته لي ويتد بوينت بيزد سكيل مجموعه من البوينتس مجموعه من الارقام بجمعهم في النهايه رايح يديني كلاسيفيكيشن معين. كل الثلاثه سيستمز دول الثلاثه ريسك ستراتيفيكيشن بيعتمدوا على الكومبوزيشن ايكوجينيستي مارجن شيب كلاسيفيكيشن. ولكن ما يميز لبريتش ثايرويد اسوشيشن كلاسيفيكيشن او ريو كلاسيفيكيشن ان حطيت لي الليمف نود زي الامريكان ثايرويد اسوشيشن بس هي يونيك خاصه بيها هي الفاسكولاريتي. تلاحظ الامريكان ثايرويد اسوشيشن ما فيش سيره للفاسكولاريتي والريسك اوف مالجنسي ايه اكوردنج تو ذا دوبلر ارتراسونوجراف اند اولسو ثايرويد كلاسيفيكيشن امريكان كوليج اوف راديولوجي الثايرويد ما حطاش الدوبلر سونوجرافي في الكلاسيفيكيشن بتاعها. So the new classification ده مين اللي بيعتمد على بيقسم لي النديولز ل benign suspicious or malignant nodule وحط في الجايد لاينز مجموعه من الفيتشرز ذات suggestive of malignancy and ذات features ذات suggestive of benign nodule. وعملت لي الرسمه الرائعه دي وقسمت لي الريسك ستراتيفيكيشن ليو 1 يو 2 يو 3 يو 4 يو 5. I will go through them rapidly. You want this is a normal thyroid gland, no nodules actually. U2, this is a benign nodule. وقالت لي مجموعة من الكريتيريا لو كانت isoechoic or mild hyperechoic with a halo rim, this is a benign. Or cystic change with ring down artifact or what is known as comet tail appearance. Or microcystic or spongiform nodule المشهورة spongiform
أو peripheral eggshell calcification, this is a benign feature, or peripheral vascularity. والخطوة بتاعتها الرائعة بتقول لي أي nodule U2, this is a benign nodule, no need for fine needle aspiration cytology. Except لو العيان ده عنده high risk of thyroid malignancy. عنده family history of thyroid malignancy, اتعرض لنيكل راديشن previously, عنده some of manifestation of invasion, for example, focal cord paralysis, for example, لا ده risk of invasion, ومن ثم رايح اعمل fine needle للنديول دي. بس كقاعدة عامة لينا كلنا, U2 mean no fine needle aspiration biopsy في معظم الحالات. U3, which is known as indeterminate or equivocal nodule, this is if solid homogeneous markedly hyperochoic nodule with a halo, أو hypoechoic with equivocal echogenic foci or cystic change, أو mixed or central vascularity. This is indeterminate nodule, U3. And in this situation, we should go to fine needle aspiration cytology. أيا كان السايز. تلاحظ إن في الـ U classification ما فيش سيرة للسايز. أقل من 1 سنتي, أكتر من 2 سنتي, أكتر من 3 سنتي, اعمل fine needle aspiration biopsy. وده من عيوب الـ U classification. إن كل النديولز رايح أسحب fine needle aspiration biopsy, ومن ثم في حالات كتير رايح أسحب لها fine needle وهي مش محتاجاها. لأن ما حطاش السايز في الحسبان. الـ U4 which is suspicious nodule, لو في عندي solid hypoechoic nodule, لو عندي solid very hypoechoic nodule, أو لو عندي hypoechoic with disrupted peripheral calcification, أو عندي lobulated outline. This is a suspicious of nodule, suspicious nodule, and we should go to fine needle aspiration cytology. The last one, which is U5, this is a malignant nodule, according to the U classification. لو أنا عندي solid hypoechoic with a lobulated or regular outline and micro calcification, أو لو عندي solid hypoechoic with a lobulated or irregular outline, أو لو عندي intranodular vascularity, أو لو عندي taller than wider, أو لو عندي suspicious lymph node. In this situation, this is a malignant nodule. The risk of malignancy is very high. وفي الحالة دي لازم we go to fine needle aspiration cytology. العيبين الأساسيين بتوع الـ U classification, مفيش سايز, ومن ثم راح تسحب لحالات كتيرة fine needle وتطلع benign cytology. المشكلة الثانية, the risk of malignancy in each category is not determined in the guideline. الأمريكان Thyroid Association واضحة في القصة دي. لو أنا عندي high suspicious معناها risk of malignancy 70 ل 90, risk of malignancy according to the biopsy or بعد السيرجري. اليو كلاسيفيكيشن ما فيش ريسك اوف مالجنس, في طبعا دراسات اتعملت وبتحدد لي في كل كاتيجوري الريسك اوف مالجنس كام. التريتمنت اند بروجنوزس, اليو 2 زي ما قلنا مش محتاجه فولو اب, مش محتاجه بايوبسي. اليو 3 ل 5 لازم اعمل بايوبسي. والريكومنديشن لو سسبيشس فيتشر وسحبت بايوبسي وطلع سسبيشس سايتولوجي, وي شود جو تو هيمي ثايرويدكتومي. الفولو اب لو بيشنت ويز اسيمتوماتيك نديل ويز بناين سونوجرافي, في الحاله دي ونو كلينيكال ريزون تو سسبكت مالجنسي, انا العيان ده مش محتاج اعمل له فولو اب زي العيان الاولاني بتاعنا. لو انا عندي اسيمتوماتيك نديول ويو 2 وسحبت سايتولوجي او يو 3 4 5 وسحبت سايتولوجي بسيستا طلعت بسيستا 2 اور بناين, في الحاله دي لو بناين يو 2 مع سايتولوجي بسيستا 2, في الحاله دي نو نيد تو ريبيت فاينل اسبيريشن سايتولوجي. اروح بسرعه للامريكان ثايرويد اسوشيشن كلاسيفيكيشن, اند ذيس از ا باترن ريكوجنيشن. مجموعه من الباترنز 15 صوره مختلفين, وواحده خاصه بالليف نود ال 16, وفي كل واحده بتقول لي الريسك اوف مالجنسي اخباره ايه. الاولى اللي هي بناين, ذيس از ا كومبليت سيستيك, الريسك اوف مالجنسي اقل من 1%, والهدف من التقسيمه دي انا رايح اسحب بايوبسي اكوردنجلي انهي سايز. البناين, this is a pure cystic, no need for biopsy. لو very low suspicious يعني risk of malignancy أقل من 3%, وفي الحالة دي زي الاسبونجي فورم الريسك اوف مالجنسي is very low, احنا رايحين نسحب بايوبسي لو أكثر من 2 سنتي النديول. لو low suspicious of malignancy ده معناها الريسك اوف مالجنسي من 5 ل 10%, زي الهايبروكويك solid regular margin, في الحالة دي أنا رايح أسحب بايوبسي أكثر من 1.5 سنتي.
لو انترميديت سسبيشس يعني الريسك اوف مالجنسي من 10 ل 20 رايح اسحب لاكثر من 1 سم، لو هاي سسبيشس اوف مالجنسي يعني الريسك اوف مالجنسي من 70 ل 90% اكثر من 70 ل 90% انا رايح اسحب على اكثر من 1 سم. ما يميز الامريكان ثايرويد اسوسيشن ان الريسك اوف مالجنسي معروف والسايز مهم في الاخذ في الاعتبار في سحب العينه. سحبنا فاين نيدل اسوسيشن سايتولوجي الفولس نيجاتيف ريزلت از تو سام اكستنت اباوت 2% الفولس نيجاتيف ريزلتس، عشان كده لازم اعمل فولو اب صح. الفولو اب اكوردنج للجايد لاينز بتقول لي لو العينه بتاعتي بالسونار هاي سسبيشس التراسونوجرافيك باتر وسحبت فايند نيدل اسبريشن بايوبسي وطلعت بناين، في الحاله دي وي شود ريبيت سونوجرافي اند فايند نيدل اسبريشن بايوبسي وذين 12 مانس تو بي شور ات از ا بناين نوديول. لو لو تو انترميديت سونوجرافيك باتر وي شود ريبيت سونوجرافي وذين 12 to 24 months but لو في evidence of a growth or a new suspicious feature we should go to fine needle aspiration biopsy immediately or continue observation. لو very low suspicious بالسونار في الحاله دي انا مش محتاج اعيد السونار مره ثانيه ومش محتاج اعيد السيتولوجي مره ثانيه except if there is a high suspicious feature. لو عملت سيتولوجي مرتين وطلعوا بناين العيان ده ممكن اطلعه وما تبعهوش مره ثانيه. So I will go rapidly to thyroid classification which is published by American College of Radiology في 2017 and this is weight based. الفكرة بتاعت الثيرادة والأمريكان كوليج اوف راديولوجي بدأت تحاول تعمل موازنة between البالانس the benefit of detecting clinically significant malignancy against the risk and the cost of submitting benign nodule or non aggressive tumor. انا لو اكتشفت في عيان مايكروكارسينوما بابيلاري ثايرويد مايكروكارسينوما وات از ذا ريسك اوف بابيلاري ثايرويد مايكروكارسينوما اللونج تيرم ريسك. عشان كده الجايد لاينز او الريكومنديشن دي بتحاول تعمل موازنه. ايه فايده اني اكتشف عيان مايكروكارسينوما؟ ما انا ممكن بعد سنه سنتين ثلاثه لو في رابيد جروس او كده رايح ادخله سيرجر، اما في الوقت الحالي تكلفه بالنسبه لهم. عشان كده بدا يعمل مجموعه من البوينتس الكاتيجوريز ابص عليها كومبوزيشن ايكوجينست شيب مارجنز ايكوجينيك فوكاي واحط بوينتس من 0 ل 3 لكل واحده وبناء عليهم اجمع الارقام بتاعتي رايح يحط لي التايراد كلاسيفيكيشن. الكومبوزيشن انا رايح ابص على لو بالنسبه للنديول لو سيستيك اور اولموست كومبليتلي سيستيك اديها 0 بوينت، لو سبونجي فورم 0 بوينت، ميكس السيستيك اند سوليد 1 بوينت اند سوليد اند اور اولموست كومبليتلي سوليد رايح اديها 2 بوينتس. نفس القصه بالنسبه للايكوجينيسيتي الشيب المارجنز كل واحده رايح اعلم واحده بس ما عدا الايكوجينيك فوكاي رايح اعلم اكثر من واحده لو ينفع. يعني لو عيان جاي لي بماكرو كالسيفيكيشن اند اولسو باكتيت ايكوجينيك فوكاي رايح ياخد واحد ورايح ياخد 3 بوينتس. في الحاله دي رايح اجمع البوينتس بتاعتي لو 0 بوينتس ذيس از ا تايرايد 1 ذيس از ا بناين نيديول نو نيد فور فاين نيدل اسبيريشن بايوبسي. لو 2 بوينتس ذيس از ا تايرايد 2 ذيس از ا نوت سسبيشس نيديول نو نيد فور فاين نيدل اسبيريشن بايوبسي. واحنا في الحاله دي اعتبرنا اني ما بعملش فاين نيدل لان الريسك اوف مالجنسي تايرايد 1 اقل من 2%. فور تايرات 2 الريسك اوف مالجنسي اقل من 2%. عشان كده التو كاتيجوريز تايرات 1 اند 2 نو نيد فور فاين نيدل اسبيريشن بيبس ايفن فولو اب نو نيد فور فولو اب ان ذيس كاتيجوريز. بات لو 3 بوينتس يعني تايرات 3 ذيس از ا مايلد سسبيشس الجايد لاين الريكومنديشن بتقول لي اعمل بايوبسي لو اكثر من 2.5 سم ومهم كتير فولو اب لو اكثر من 1.5 سم لان الريسك اوف مالجنسي اباوت 5%. لو تايرات 4 ذيس از ا مودريتلي سسبيشس نيديول فاين نيد رايح اعمل فاين نيد لو النيديول اكتر من 1.5 سم والفولو اب لو اكتر من 1 سم لان الريسك اوف مالجنسي اباوت 5 تو 10%. لو هاي اللي سسبيشس ويتش از تايرات 5 ذيس از بعمل فاين نيد زي الامريكان لو اكتر من 1 سم وفولو اب لو اكتر من 0.5 سم. And this actually is unique. الفولو اب بروسيدور الفولو اب امتى اعمل فولو اب للثيرويد ديول ده حاجه مميزه للثيرويد بصراحه لان الريسك اوف مالجنس اقل من 20%. هاو تو فولو اب استراتيجي لو تايرات 3 بعمل فولو اب ايمجنج باي سونار بعد سنه 3 سنين 5 سنين. لو تايرات 4
بعمل فولو اب سونار بعد سنه سنتين ثلاثه خمسه، لو هاي سسبيشس بعمل كل سنه لمده خمس سنين. بعد الخمس سنين ما فيش ريكومنديشن بتقول لي اعمل فولو اب بعد الخمس سنين الا لو انكريز للسايز. اقل من سنه برضو ما فيش ريكومنديشن تقول لي اعمل سونار كل ثلاث شهور او ست شهور، المينيمم 1 year except if there is good indication to do it. And actually بعد خمس سنين ما بعملش، لو في increase للسايز رايح اعمل السونار على طول. This is the summary of my presentation actually. And this is my last slide. This is the conclusion. Thyroid sonography with a survey of cervical lymph node should be performed on all patients presented with thyroid nodule. Finally, aspiration cytology is the main procedure of choice in evaluation of thyroid nodule when clinically indicated. ودي مهمة كتير بصراحة. The main role of thyroid finding aspiration cytology is to reduce the need for surgical intervention. And lastly, there are many risk stratification appropriate for thyroid nodule. And what is the best risk stratification? Actually, the best one is what you know more. Thank you. Okay, thank you, Dr. Khalid. I have a question for you regarding, is there any comparative... المشكلة الصوت اللي هم مش سمعيني على فكرة وأنا مش سمعهم. هارك سمعيني كده؟